معهم كان فهد لسه حداهم شبتي شو غاية معهم يكما ودخان وشرب وشرب يمكن حسبوها توهم حسيش بيهم وضرامين وضرهم زرعناهم حسيش بصهر قدرهم مشى وخلاهم صفات الحزن ساكنة فوجة هباهم فوجة 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 هباهم السؤال الأول فيهم من ثلاثة الأسئلة سؤال الأول شنو اللي خلاك سكرانة بيلا ليش حزانك محبوسة ودموع عسيرة سقيلة كيفاش يدوز النهار كيفاش يدوز الليلة كنشوف قدام عيني صور كاين مشاكل وظروف وحكام الأقدار بزاف ما نسيت مازال كانت تفكر في بعض الأوقات ينقص إيمانك حتى تنوي تكفر هذا غير التقديم نبدأ من أول صفحة نرجع للماضي مات القراية نويت نحقق أحلامي حتى للنهاية حبيت ما بين البنات وحدة لكن ما صدقاش الوالدين وقفوا ضدي في الراب هذي ما ننساش من اللي عطوني حبوب وقالوا معايا تنفع كرهوني بسبب الحشيش لاموني قالوا مشى ما بقاش قادر للزمان يدفع خمار دخان وتقصر ما بين فم كحلة سحلة بقى كتنتشر بين شلة طرقان درت شفت وشلت عرفت الحق الناس كيف تجيب القوس ما بغيتش نتيق ما بغيتش نشوف كاع اللي بنيتو قدام عينيا كيتلاشى ويفوت بس خلي دموع تسيل تبلت بس وقام عدرشي والو هلي خسرت هلي فازت هلي ناسي حالو عندي مشكل في حياتي ما عندي سهر يمكن احبابي واصحابي قامي بالدار عييت كاتم سري فهم الناس حياتها الدراري قال اقرا وما يدابا وصلو وانا حدار كان سابها من سبيكرو صاحبي اللي حسبتو خويا دابا مشى يمكن نسيتي كلشي نسيتي الخير ولا شراه تربيتي معايا في وسط الدار ويا حسراه حسبتو خويا كنداوي جرحك يبراه يمكن سهل عليك الله وخدمتي يمكن الفلوس نساتو كاع الناس اللي بغيتي عقلك نسا يمكن اولا نتايا نسيتي عمرو يتنسى كاع داكشي اللي فات براءة ديالي ضاعت حبس الحياة يمكن انت يا صاحبي اما خويا دابا ماس دابا ما دابا ما دابا ماس دابا ماس بس خلي دموع تسيل تبلت بس صلي لا دراعك شما علاش الدنيا غلبك وانسى المغلوب صورة وهمية الساس ديالي بالمقلوب فتحت عيني وسط الخير والصرف موجود ولد الدار الكبيرة بالكرم مشهور في يدي مفتاح نحول اي باب مسدود نسيت باللي الدنيا بحر والدخل مفقود يا راشد رمراغة مرة صايق شد طريقي جاني تشيلي فول متشاصل بيا صديقي جاتني صدمة صفار لوني ونش فريقي من غير الله جا واحد ما حس بحريقي دماغي تلون وبقيت زايد في الصورة ما بقيت نعرف نبرهم خدي جاية دمعة خرجت لي طوموبيل من بعد طفات الشمعة شنو وقع ذكرى ما قدرت نرجعها فتحت عيني والسبيطار ما عارف والو أفقدش الذاكرة والناس هكذا قالوا دازت الليالي وصباح اللي صباح لقيتش الباب يا ما لقيتش المفتاح بس خلي دموع تسيل تبلت بس ليل 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 ليل
كيفاش نواجهوا هذا المشكل. تلقوا بيا لحاولنا نتحاوروا ونفكروا بجديه تبدلوا الحلول، يمكن غنلقاو حل المشكل ديالنا. نعيشوا الواقع ونلمسوه، نفرحوا ما نبكيوش.